ولدي جابني عنده قال لي راك تسمع بلي راه شي واحد هنا يعدنا في الدرب زيان. طلعنا عنده انا اخوه وغادي من الوليده كيعجبوها. الفكره اللي بديتها بالسرديل شويه ديال السرديل. اول حاجه كنصبحوا الله وثاني حاجه كنمشي خشي كنطلع للمارشي. الحوت هذا شويه غالي بحال قمرون بحال السيبيا الكروفات نوار حتى هو كنجيبو ديما كنديرو في بروشيت كيعجب الناس. بوزرو كيجيبو لي واحد السيد من الوالديه ملي كنتقدا خصني نبريباري. هي البريباراسيون ماشي بوحدي كاينين الناس كيعاونوني كاينين الدراري كيعاونوني كيلقاو معايا كيقادو معايا. كتوصل ديك العشرة العشرة ونص خصني يكون كلشي موجود عندي. وهاد الزيت هادي هي اللي كنديرو في المقلة ملي كطيب بحال قلت هي الغلاقة ديال هي القفالة ديال المقايلة فاش كطيب كنديرو فيها هاد الزيت. نوريك الطريقة كيفاش كنديرو فيها السيبيا. كنديرو بوزروك صافي كنديرو عليها قمرون ملي كتمشي للفاخر كنديرو على ورقة سيدنا موسى الزعتر والياسير داكشي غبرة من الشعب كامل كتعجبو المقالة ديال قمرون. كاينين درت هاد المقايلة ميكس مخلطة فيها كلشي الثمن ديالها 30 درهم. كاين واحد المقالة مسميناها برو ماكس هادي دايرة 50 درهم. كنبريباري هنايا داكشي كنخرجو الدراري للفرايني يطيبوه. هذا هو لافونتاج اللي كاين هو الفاخر الماكلة. كاين الناس اللي كيجيو مزروبين كيقول لك حنا مزروبين كنطيبو لهم على الكاز ولكن قليل. عندو الجودة بعدا عندو جودة في البرودوي بعدا الحوت عندو يعني جودة عالية. كنعرف الحوت بحكم العتي عرف الحوت عندو جودة عالية وقريب كنت ديتها للدار لومبورتي. أنا كنت كناكل عندو في النوبة الأولى هنا في الشارع وعجبني الماكلة ديالو وكل صراحة ماكلة نقية وكتعشقها باش جيت تاكل عندو. هذا هو السبب. كان كيطلع لي في تيك توك والبارح بالليل الفيديو ديال انستغرام صافي وقلت لخويا نطلعو ناكلو صافي. أنا كنسكن هنا لتحت مش حداه صافي وجينا كلينا وصافي. كاين عندنا إقبال كتجي عندنا الناس من مراكش من فاس من أكادير ناس ديال سلا هما كيجيو عندنا الويكاند السبت والحد ضربوا شي 400 مقلة. الأيام العادية 200 250. البنة راه كاينة في الحوت كاينة الجودة في الحوت. عندنا واحد الزويشة كيقولوا لها الزندخانة هي هذيك اللي فيها السر فيها 18 عشبة. مرحبا بكم عندنا الخوت نتوما راكم تشوفوا المعاملة ديالنا كي دايرة. مرحبا بكم في أي وقت عند خونا مصطفى بعبكم.